محمد عبيد وافد مولى إمارات كانوا كذا واقعي سلموا حليلا هنا نشيل وعادي قاكم وطيستي وحلا صوصفتي دولة حاس الشيخ أو بربر يستعدي أو لا أفكاري عرقتي أها يومي ليشيات كهو انتهاي كنت على مبارقة صول شبوت مركو تقوي وحلا كل مي شبهات دي وإسماعيل عمر قيل لها لكا كسو هو بيني يي أعود الستيتس كما قعابي أو صور الله قلي أو عد إمو دي يمقاني ودي لحظة شبوت نيكا سرطيان وصابحين نيكا بارس بدان على قوسة مايو موبيلتي سي يحكتي سهلة بعض أدر أسلم هرمود مرير عوض القاعة ودك عليك سمالنا سبيلي وعالكي سمالنا لك قدوا وعن كباقيا حل دبانا لا يريري قرم قرم تاب بچاش كاليس كسو رغي قلاء بارلمان وايو كقرب ككسي يقرد الرادة يعقد الرادة يقرد المسلمات ويساقو لمد يهي لحير يهي حل دبانا نماها وإن يغنى طلابة لمدة طلابة محمد عبيد وإلا يقانا تيم بيك كوبين كوح بيك كوبين أنا من المقاعد ما يدري سوى كوح ولا يدري قانا هذا قوة قرن إسا تذكر دلو ويا قانا سومالي وحكو ما هم هذا أكي شوك سوي دمر في عيب لكولان تا محمد عبي قوافد مولا أحد جيسر أنا آدي آد برسو دوين يعني قوة فقادي جود سومالي لاني يوتوبيا محمد عبي بوحو عادي قاكم مطيستي واد او قيدين او ان بلان بوشيال بكور عياري دادك شعب قرن سومالي لانو لوحي سوي دينيين وردالك دولتي سمادي وحالي جاي شرعي كان إيا اللي انت ميان عددكو عانيو سنين رنتي ما انت عايا اللي حقيت شي شرعي كان نو سنين ياي شرعي كو هادو قفكو حاين دابك شرعي كو كتل عبو شرعي دوني سلمان يقو انو حوية مركا قريب دوني سان نقطوات قريب هات قورت ما دو محمد عبيبو حلوقين لقا صوب بلابو حلقي لدغرقاتيني عراد باريق صول إنا دو در ودور قلق النقضي إلا حلقاس وكملها وهرمود رجي لغا فرفر واي ان حسانة لغا قادو عبد الرساق خليف مددافك وصواب طعها حلو عبد الرساق خليف وشامبادة يسحيها بارلمانك وكد عوين اي بيش عالم كي ملك استوى وراقها اي صوت درافقريان فارح معلنية فرماتشو شامبادة يسوقنو كد فريا يسحيها رجي بربر تاجنا أبو كم دها، and لكن إنه في المولية يعني عندي بستاجي دورا قلبه دورا أكله، وهكمل ده، and يلو أنا شيء كم بدأ أنا إني كتشرين أنا دودو أنا جلين، وحد حاسس وطن سنة كي هرب دبيا قديسي، قف كي ور كده واقعي كده أول يلا هاد بربر ده، بي بي وال بل بي بي وال بل يكري يي ولقوه رجيه، ما أنا جهور مركب نودي ده يا، لكده سيلة إثيوبيا روسينا. markii dawladdu MOU ga soo gashay ra kiiba maaha wuxuu la soo saftay dawladda Xasan Sheikh oo berber istaagay oo la afkaari aragti ahaa iyo maleeshiyaadka uu intahay ka dagaalamo bariga sool ee taas waa taa waxa uu dambeeyay oo kale Jabuuti markuu tagay wuxuu la kulmay jabhadii uu Ismaaciil Umar geel halka ka soo hubeynayay ee Bahar iyo Nageeye iyo raga Awdal States ku magacaabay أو صور الله قلعي وعد إمودي يمقاني ودي لحيا وحتى كسي دنبيسي نيو تشوك سنين هالكاسي أن وحو تغي إمارات إمارات كقرية كسومان لا وحولي لابا تاريخوض أو ووين وهالغن كيسي كسلطان لابا تاريخوض بل لابا تاريخوض اللي سي أقوسيه هويين تاريخ المدواتي هالغن كي دراوشتا سيد عبد الحسن أن هالغن كاللابات نوو هالغن كي شبهاتي بحرين تا سومالي لان اي اسلم امارات كانوا كده واقع اسلم وحل الى اينا نتشين وحوكوها اللي هو ذو قيدين مركا انانو نكاسي لن اوكي دي لن اوكي دي تونا اي نتشين وها او دنبايا او ما انت سميه في دمد هو يد او ما انت عسيني او كم تستحاري كانوا وحي تهاي وحو يسيري madaxweynihii safarkii madaxweynaha awdal ku sugan gobolka awdal oo gobolkii laga soo doortay ah een dalka ku soo beeg safarkaaga imaatinka si uu halka ka cado oo uga dhasho oo kicibulsho oo halka uga sameeyo waxaan u sheegayaa farintayda jeelka ee kulan la ugu geyn doonaa kacdo ma dhici mayso ciidda ku yimid mayso waxaan soo jeedin lahaa aan horan ugu soo jeediyo sanadkii hore imikana aan soo jeedin ninka sartayaan soo bixin نيكاس باريس بدن على قوس مايو موبيلتي سي يحكتي سهلة بارو سردان باريس بوحدها قوس مايسو
dukmatiskiis hala baaro tiraaciis iyo xiriirkiis ugu dambeeyay xiriirada ugu dambeeyay uu leeyahay oo dhan inta la baaro dawladdu shacabka u soo bandhigto oo qodob qodobka labaad inuu banaanka u soo baxa amnigiisa wuxuu tahay hoolo uu soo jeediyay ee xasaanada ee baarlamaanka runtii dadkii uu codka u ka helay waxa weyn dadkii ruqi ee uu iskaga ooyay qalbigooda waxa xanteeyay si kale kuma helin raggii uu kor qaaday codka tirada badan leh ee hinta kaga ooleeyey raggii ninka ugu codka dhow ee degaankiisa ka soo jeeda kursiga baarlamaankii matalaada ha loo dhaariyo oo ha lagu wareejiyo ku talin lahaa intaasaan ku fogaan maayo in sha allah barnaamijyo badan baan ka diyaarin doonaa aan soo bandhigi doono aad aad mahadsantihin أسلم نيكو هو هنا هو أود بدنا هو تاريخ الأنس عبد الرحمن تلوى أيها كسوة جيدة أو سلاكيش يوسف سلسية وقامنية إسان هادو ويساقو عنو تاريخ دا هين أدر أسلم هرمود مرير أو دالكا هرمود مقامنة دالكا كا وقامنة هو بدنا وقت هو مدد ديرانا قران كان مدحوينة وحكا إلى هاي متقنا عمري جاي عفمات كهود رأي داهري لك هين مركب دت كان دت مخلد معها هير أوضل ودت أقول له ودت علم له ودت كرش له ودت كأساس كسمال لنا ودت كعالم كسمال لنا سبيلي وهل كي سمال لنا لقى كده واقعي هذا دت كتاريخ ودي يا والله من سنو كله وحنا كبا قيا حلد بانا لا يري ره غرم غرم تاب بتشاش كله سو رغي كلا برلمان كا كي وسو يستاجه ee mataqaana u hadla ama u dooda in halku maray ninka la yaado maxamed abiib uu mariyo xeerka lagu qaado niita la cabsiyo ayaa soo jeedinaya waayo ka garabka ku siiya gardarada iyo aqdarada iyo qaranimismadu isagu la mid yahay la xeer yahay marka waxaan u soo jeedinayaa dawladda iyo xukuumadda iyo xeerdejinta iyo xeeralinta iyo maxkamadaha iyo garsoorkaba in talaabo sharciga waafaqsan oo la mid ah tallaabada maxay hadii laga qaaday in laga qaado ciyaalkeena baarlamaanka ee runtii aan la mahadin ee dadkii soo doortay iyo deegaanadooda ay ku qasaareen iyo qaranka warbu ciyaalka yar ee maxay leedahay ciyaal weerada loo yaqaano weeye baarlamaanka lagu soo xareeyay sharci dejinna maaha xildhibaanana maaha waa in iyagana tallaabo la mid ah tallaabada maxamed cabdi waa la yaqaanaa tiim bay ka kooban yihiin koox bay ka kooban yihiin kooxdaaba aanu min magacaabi maayo dhigis waa koox waa la yaqaanaa adigu waad garanaysaa dadku dhana way yaqaanaan kooxdaas waa anigu min magacaabi maayo kooxdaaba waa in liinta la cabsiyaa oo talaabo laga qaadaa.